وملائكته يصلون على النبي عليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل طه طهروا من دنس ولهم بالحشر على الدرجات وإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. صلى على محمد بمدحك أعرب الذكر الحكيم ومدح الله برهان عظيم. بارك الله من نور التجلي فطاشت في حقيقتك الحلوم وفضلك لم يطق إنس وجن له حصران وهل تحصى النجوم. صل على محمد. أنت حيرت بمعناك العقول أإله أنت أم أنت رسول؟ لكن الحق بمعناك يقول أنت بعد الله والهادي ولي وقسيم النار حقا والجنان. اللهم صل على محمد. أدم الصلاة وقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. مولاي يا أبا الزهراء يا محمد. اللهم صل على محمد. هذه بعض الأبيات نظمت في هذه المناسبة الشريفة وهي مهداة لعم النبي صلى الله عليه أبي طالب عليه السلام، وفيها إشارات إلى بعض الآيات
والروايات. بعثت أبا الزهراء، بعثت أبا الزهراء للناس رحمة لتخرجهم من حالك الظلمات. وعذرا إذا وجدتم فيها خطأ أو ما شابه ذلك. بقرآن حق ليس يأتيه باطل وفيه هدى للناس من هلكات. بعثت تزكي أمة ويزكيهم من دناسة وتتلو عليهم محكم السورات. اللهم صل على محمد. صدعت بأمر الله فاصدع بما تؤمر. صدعت بأمر الله مذ جاء وحيه بغار حراء في إبا وثبات، فقال لك اقرأ فاستجبت ملبيا وأنذرت قومك من لظى اللبات، وشد لك الرحمن كما ذكرنا الأبيات إشارة إلى آيات شريفة، وشد لك الرحمن أزرا بحيدر وأشركه في الأمر للسبحات، وأغرتك في ترك البلاغ حثالة. يا أبا طالب قل لابن عمك إن أراد من الأموال ما أراد نعطيه، ومن النساء ما أراد نزوجه، وحتى من الزعامة ما أراد. فقال أبلغهم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأغرته في ترك البلاغ حثالة بمال فلم يقنع بكل هباتي، وأقسمت أن تبقى لربك مخلصا ليظهر دين الحق والقربات. ولو وضعوا شمس السماء وبدرها بيمناك واليسرى لأجل مناتي، لما حدت عن دين المهيمن لحظة إلى أن تلاقي الله في الغرفات. اللهم صل على محمد وأحمد. فيا خير مبعوث يا رسول الله، فيا خير مبعوث ويا خير مرسل من الله بالرحمن والبركات، عليك سلام الله يترى برحمة وآلك آل الله بالنفحات. سأبقى محبا للنبي وآله وأهتف بالتسليم والصلوات.
صل على محمد وآله. نبارك لمولانا صاحب العصر والزمان مبعث جده صلى الله عليه وآله الذي يصادف 27 من شهر رجب المرجب، وهو ذكرى المبعث النبوي الشريف. وهنا أيها الأحبة إشارات ونقاط في هذه المناسبة من وحي القرآن والسنة النبوية الشريفة. كان نبيا قبل أن يبعث، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، منذ أن خلق هو نبي. لكن مكان البعثة وزمان البعثة عند ربه تبارك وتعالى، فعاش في قومه 40 سنة، 40 سنة، وتزوج وعمره 25 سنة، يعني قبل البعثة 15 سنة النبي تزوج صلى الله عليه وآله. وعندما بلغ 40 جاء الأمر من الله الرحمن الرحيم بأمره صلى الله عليه وآله بالدين والإسلام. وكان في غار حراء يتعبد، تأتي أيام يذهب إلى حراء يعبد الله الواحد الأحد، ولا يراه إلا نفسه ووصيه علي عليه السلام وزوجته خديجة بنت خويلد أم المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام. فاختار الله من مكة غار حراء لنزول الوحي، لنزول الوحي. فنزل جبرائيل وعمر النبي كما ذكرنا صلى الله عليه وسلم 40 سنة. بماذا؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتأمل في أول، في أول كلمة تنزل في الدين في الإسلام من القرآن، اقرأ. شوف أهمية اقرأ، ها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهو دين العلم، دين الوعي، دين الفهم، دين العقل، ها؟ وليس دين الجهل، وليس دين البذاءة، وليس دين العنف، وليس دين الغلظة، إنما هو دين العلم ودين الرحمة. وهي المصطلحات التي وردت في القرآن الكريم، هذه التي وردت في القرآن الكريم في صفات النبي محمد. وهذا الذي أشار له علي عليه السلام، وكنت أجاوره في كل سنة بحراء حتى سمعت رنة، قلت ما هذه الرنة؟ قال هذا إبليس قد أيس من عبادته، يا علي إنك تسمع ما أسمع وأرى ما أرى، إلا أنك لست بنبي. هذا أيضا عناية من الله بعلي عليه السلام، مو من باب الصدفة، لا، عناية من الله بعلي عليه السلام أن يرافق الوحي من أول حرف إلى آخر حرف، من أول لحظة إلى آخر لحظة
علي مع الوحي والوحي مع علي، وهذه الميزة لم تكن لغيره، هذه من خصائصه سلام الله عليه. وسبق هذه البعثة الشريفة عناية إلهية به، ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم، وكنت أتبع اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ويأمرني بالاقتداء به. فجاء الأمر على كل حال في ذكر البعثة الشريفة أن يأمر الناس بالإسلام. الظرف لم يكن طبيعيا أيها الأحبة، الظرف لم يكن طبيعيا أن تفاجأ قريش بدين جديد ينسف دينها وأصنامها وقوانينها ونظمها، ولكن هذا الذي كان. وكان من حكمة الله عز وجل بنبيه أن يبدأ بعشيرته صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين. ترى المسألة موضوعية، يعني مين قبلية، المسألة جدا موضوعية، أن تحف به عشيرته بوعي وبصيرة يكون لأثر. وأنذر عشيرتك الأقربين قبل لا تروح إلى اليمن إلى مناطق بعيدة، يلا بدأ بالعشيرة. وجمعهم أكثر من يوم، فيهم أبو طالب عليه السلام، فيهم أبو لهب، وفيهم وفيهم من رجالات قريش. وأنذرهم بأمر الله تبارك وتعالى، وطلب منهم الدخول في الدين. أيكم يؤازرني على أن يكون خليفتي ووصي من بعدي؟ فما كان يقف إلا علي عليه السلام. طبعا قد يقول قائل هنا، ليش ما أبو طالب ما قام؟ لا، مقام مو مقام أن يقوم أبو طالب، وأبو طالب عليه السلام من الصديقين، أبو طالب من الصديقين، مو فقط أنه نقاش في أسلم لو ما أسلم، لا، نقاش في إيمانه، بل هو من الصديقين، ويعلم بأن الوصية والخلافة في ولده. لكن خلي النبي يعرض على القوم حتى لا يقولوا من وراء الكواليس نصب عليا على الناس، خلنا نشوف هم يقبلون أو لا يقبلون. فلم يقبلوا، لم يقبلوا. وعندها نص، أول ما نص على علي عليه السلام بذلك، ولم يظهر أبو طالب عليه السلام رفضا بل قبولا. فسخر منه أبو جهل وقال يا أبا طالب قم قم، فقد أمر ابن عمك ولدك عليك. شوف حرض بالفعل، فقد أمر ابن عمك ولدك عليك، جعله أميرا. ما قال أبو طالب لا أنا لا أقبل بهذا الشيء، وإنما قبل، ولكن تعامل مع الوضع بحكمة، حكمة أبي طالب أن يكون كذلك كما قال حفيده الإمام السجاد عليه السلام: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف، أظهروا أسروا الإيمان وأظهروا الكفر، فآتاهم الله أجرهم مرتين. هاي التقية المفروضة المطلوبة، وإلا هو القائل والله لن يصلوا إليك،
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. اللهم صل على محمد. وبدأ البلاء العظيم على متحمله وهو النبي صلى الله عليه وآله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك تأتي الافتراءات من هنا وهناك في قضية الزملوني، وكأنه لا يدري بالأمر، وكأنه فر من جبرائيل، وكأنه كلها لا أساس لها، وهو يعلم، ولكنه ثقل الرسالة وعبء التكليف من الله عز وجل، وهي الحالة الخاصة المعرفية فيما بين النبي صلى الله عليه وآله وبين ربه. على كل حال أيها الأحبة، الكلام في مبعثه يطول ويطول، لكن نأخذ على كل حال أموره. القرآن الكريم أشار إليها في غير آية، منها آية في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هي أمة جهل، أمة ضلال، أمة فوضى، أمة انحلال، أمة نظامها عدم نظام، وقانونها عدم قانون، أمة قويها يأكل ضعيفها. فلما تحصل بالفعل هكذا فئة تعيش على دماء الناس وأشلاء الناس وسلب الناس، ما ممكن تقبل بقانون ينصف الناس منهم وأيضا ينصف لهم. مثلا مو أنه لا ينصفهم، أيضا ينصف لهم، ولكنهم يرون أن الإيمان به سلب لهذه الوجاهة الوهمية فلم يؤمنوا. لما لم يؤمنوا؟ ألأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صادقا عندهم؟ بلى إنه صادق، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فيعلمون أنهم إذا أظهروا الإيمان به سلب منهم مقامهم الوهمي، مو الحقيقي ترى وهمي، وسلب منهم منافع دنيوية يصلون إليها عن طريق استضعاف الغير، هذه تسلب منهم بالإسلام. وهذا الذي صرحوا به والنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة: يا محمد إذا آمنا بك صلى الله عليه وآله نكون كهؤلاء العبيد والموالي الذين آمنوا بك. شوف ترى المسألة يعني نفسية، تحتاج إلى ضغط على النفس، تحتاج إلى ضغط للنفس على النفس، يعني يقبل أبو جاهل اللي يعيش عظمة وهمية، ها، ويعيش كبرياء وهمي، يقبل أنه إذا أسلم لا فرق بينه وبين بلال؟ ما يقبل. ترى يقبل بها أمية بن خلف، يقبل بها عتبة، يقبل بها أبو لهب، كل هؤلاء لا يقبلون بها. فلم يسلموا لأنهم علموا أن الإسلام يجعلهم
تحت مظلة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. قال نعم تكونون كهؤلاء. قال إذن لا نسلم. إذن لا نسلم. إذن هنا أدخل المسألة الثانية والأخيرة. عندما لم يسلموا هل تركوا النبي صلى الله عليه وآله حرا في دعوته؟ قول إنسان يقول لك أنا ما أريد أسلم، فلما ما يريد يسلم ينزوي وينتهي كل شيء، خلي يقول خلي مع أصنامي أو الثاني، وخل محمد يدعو إلى ربه، خلي يدعو إلى ربه، تبعه أحد لم يتبعه أحد. هؤلاء لا، قالوا بأننا لا بد أن نواجه هذا المبعوث بكل أسلوب يثنيه عن ماذا؟ عن هذه الدعوة. هنا أشير إلى أساليب ثلاثة استعملوها من أجل القضاء على الدين، يعني في مهده، نقضي عليه قبل أن ينتشر. اليوم عند بس علي بن أبي طالب وزوجته، خلنا نتدارك أمرنا، نتدارك أمرنا حتى لا يؤمن به غيرهما، هذا ما أراد. ولكن ثمة إرادة. شوف عزيزي، الحياة دائما تأتيك بشواهد كثيرة، ترى تأتيك بشواهد نصب عينيك وتوقفك على هذه الحقيقة، وهي إن تنصر الله ينصركم. هذه حقيقة قرآنية ما يمكن أحد ينكرها. ويأتي الزمان غير مرة بشاهد يجعله نصب عينيك أنه لو اجتمعت قريش كلها بعدتها وعدتها لا تستطيع أن تنال من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يجري عليه من الله عز وجل، وأيضا يجري على كل من سار على منهجه إلى يوم القيامة. المنهج ترى هو المنهج، لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. إذن خلنا نشوف على كل حال هاي الأمور الثلاثة. الأمر الأول، قالوا هذا عنده كتاب، يزعم بأن عنده ملك ينزل عليه من الله ويأتي بهذه الكلمات، هو بدوره يتكلم والناس يجون يسمعونه. لا بد أن نواجهه بماذا؟ بما ذكره القرآن الكريم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هم يريدون الغلبة، فإذا تلا النبي صلى الله عليه وآله آيات الكتاب جاءوا وصفقوا وصفروا وارتفعت أصواتهم، يرفعون الأصوات حتى لا أحد عند النبي يسمع، لا أحد يسمع. المهم هذه الكلمات لا تصل إلى أسماع أحد. هذه أساليب مع الأسف، وإن يجددها أعداء الدين دائما، لكن هذه عفى عليها الزمن. عندك قوة حجة اطرحها، عندك مبدأ آخر اطرحه يسمعه الآخرون، وهم يفرقون ويزنون بين الأطروحتين، بين أطروحة القرآن وغيره، بين منهجية القرآن، منهجية الرحمة والشفقة والعطف والسماحة، وبين منهجية الذبح والقتل والظلم والجور وإلى آخره. فهذا أسلوب بصريح القرآن كانوا يستعملونه. ولا تخفى عليكم قصص من هذا القبيل في بداية البعثة، وعندما جاء أسعد بن زرارة
من المدينة المنورة إلى عتبة بن ربيعة، يريد رجالا يتقوى بهم على قومه، يعني حاربون وياه ضعفوا. الأوس والخزرج في حرب مستمرة، ترى الأوس تضعف ترى الخزرج، شو يسوي لما ضعفوا؟ قال ما نروح، نذهب إلى مكة على أن نحن ضعاف، فنستعين برجال من مكة على أعدائنا. وبالفعل إجا إلى مكة المكرمة ونزل عند صديقه عتبة بن ربيعة. قال: ما حاجتك يا أسعد؟ قال: جئتك لتمدنا بالخيل والرجال. قال: نحن ضعاف، أريد قوة من عندكم. قال: أما الآن فاعذرني. قال: ولم؟ قال: لأنه خرج عندنا رجل ادعى أنه نبي، سفه أحلامنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا. هاي الصفات، صفات النبي، هاي صفات النبي، سفه الأحلام، أفسد المجتمع وفرق الناس. هل هذه صفاته صلى الله عليه وآله؟ قال أسعد: وأين هذا الرجل؟ أريد أشوفه. شوف الهداية شلون. وأين هذا الرجل؟ هذا الذي يا عزيزي، هنا أشير إلى مسألة حتى لا نطيل. شوف دائما الإنسان في حياته، ونحتاج أن نذكر أنفسنا دائما بهذا الشيء، دائما الإنسان في حياته يعيش على مبدأ: إن جاءكم فاسق بنبأ. لابد الإنسان يتبين من أي خبر يسمعه، وألا يعيش ضلال عقل وضلال فكر وضلال نفس بسبب نقل صديق أو قريب أو ما شابه ذلك عن رجل آخر، عن بلد آخر، عن مجتمع، عن كتاب، عن أي شيء. فالآن هذا أسعد سودت صورة النبي في وجهه، صورة النبي السوداوية الآن، لكن قال: لا، أنا لازم أروح وأشوف على حقيقته. وراح بالفعل إلى البيت الحرام يطوف، ولكن قال له عتبة: أنصحك أنك إذا ذهبت إلى البيت العتيق أن تحشو أذنيك بالقطن حتى لا تسمع كلام محمد بن عبد الله. وبالفعل هذا أسلوب ينفع. والغريب الآن في هذا الزمن، وزمن التطور، وزمن العلم، وزمن الانفتاح، وتجيك أحيانا بعض الأمور تفرض عليك تحجير في سماع شيء، في قراءة شيء. صعب يعني على الإنسان أن يعيش هذا الكبت، أنه يمنع من قراءة شيء أو مشاهدة شيء أو استماع شيء أو ما شابه ذلك يجد فيه هدى. وعندما وضع القطن في أذنيه وراح، انبهر بشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ يطوف حول البيت وهو يرى النبي ولا يسمعه بسبب القطن، حتى جاء ونزع القطن من أذنيه. قال: أنعم صباحا. قال: هذه تحية الجاهلية، أبدنا الله خير منها تحية أهل الجنة، السلام عليكم. فقال له، شوف هذا موقف عظيم لما يمر عليك بالسيرة، موقف جدا عظيم. قال له: يا محمد، اقرأ علي من كتابك شيئا. شوف يعني سوداوية عتبة رماها وضرب بها عرض الجدار، فما جاء بتلك السوداوية ليرتب أثرا عليها ويقف ويشتم النبي ويؤذي النبي على وصف عتبة بأن هذا فرق الجماعة وسفه الأحلام وغير ذلك، وإنما قال: اقرأ علي من كتابك شيئا. فقال: نعم. قل: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أموالك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. قال هذا كتابك يا محمد، هذا كتابك يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، قال جئت يا محمد إلى مكة ليأخذ رجالا أقاتل بهم بني عمومتي، أما الآن فأرسل معي رجلا يعلمنا أحكام دينك وشرعك. فأرسل معه مصعب بن عمير، قال له مصعب بن عمير روح وياه، وراح مصعب بن عمير يا أسعد بن ذرارة وذكوان إلى المدينة، وبدأ الإسلام ينتشر في المدينة قبل ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه إرادة الله وإرادة قريش، وين راحت؟ إرادة القوة والبطش والظلم والإغراء والمال والترهيب كلها تلاشت، كلها تلاشت. هذا أسلوب ثاني. ثاني قالوا هذا الذي ادعى أنه نبي أيضا نواجهه بماذا؟ نواجهه، شوف الأسلوب الرخيص، القديم الجديد، القديم الجديد. لا أدري ماذا يحملون من عقول، ماذا تحمل قريش من عقول؟ أنكم إذا أردتم أن تبعدوا الناس عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فماذا؟ اشتموه، سبوه، انعتوه بنعوت سلبية، قولوا هذا ساحر، قولوا كاهن، قولوا كذاب، قولوا مجنون. وأقول أساليب مع الأساليب مع الأسفية هي الدنيئة هي قديمة جديدة يواجه بها هذا الدين وأهله. فعندما قالوا بأن النبي ساحر هل غيروا من حقيقته؟ إن النبي كاهن، إن النبي مجنون، والعياذ بالله في الكذب أيضا، مو ما ينقل عن عمه أبي لهب، ما ينقل في الروايات التاريخية أن أبا لهب كان يقف أحيانا على أطراف مكة، أبو لهب على أطراف مكة والناس يجون إلى مكة يريدون يشوفون النبي صلى الله عليه وآله، فكان يقف أحيانا على أطراف مكة فإذا رأى قوما أقبلوا قال إلى أين؟ قالوا لنرى مدعي النبوة، نريد نشوف محمد بن عبد الله. قال أنا عمه وهذا مجنون لازلنا نعالجه من جنونه، هذا كلام أبي لهب. أنا عمه أخو أبيه وهو مجنون لازلنا نعالجه من جنونه. فهنا ينقسم الناس بين مصدق كلام أبي لهب وبين لا، بين مكذب كلام أبي لهب، حتى يصل ومن الذين وصلوا إلى النبي ولم يأبه بكل عقبة في الطريق هو أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه. طلع من مكانه ومن موضع قبيلته وشق الطريق إلى مكة، وما همه أي شيء حتى دخل إلى مكة وتوجه إلى المسجد الحرام وهداه الله إلى الباب الأوسع للمدينة، وهو علي بن أبي طالب. عندما رأه جاء قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن أرى محمد بن عبد الله. قال أنا ابن عمه هلم إليه. فأخذ علي يد أبي ذر رضي الله عنه وأزد إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله. بمجرد أن دخل أبو ذر بيت الرسول صلى الله عليه وآله ورأى ختم النبوة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اللهم صل على محمد. إذن هل غير السب؟ هل غير السب والشتم وبذاءة الألفاظ شيئا من حقيقة النبي، من صدقه
من عظمته من منزلته أبدا. ثالثا حتى أنه بقي عندنا 5 دقائق إن شاء الله من مجلسنا. خامسا وأخي أو ثالثا وأخيرا أساليب تشوفها بالفعل موجودة قديمة حديثة يواجه بها الدين وأهله. يوم بعد آخر ويسمعون أن القرآن يشير إلى قصص، وهذه القصص كانت معروفة إجمالا عند الناس، فكان البعض يطلبها من النبي صلى الله عليه وآله ليبينها لهم، فجاءت في القرآن قصص بين الاختصار والطول، ولكن لغاية، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. ولما تأتي القصة في القرآن تأتي قصة حق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قالوا ترى القرآن في قصص والأسلوب القصصي جذاب، شيء طبيعي جذاب، القصة تجذب النفس إلى الإصغاء، تصغي لها حكايات القصص حتى الخرافات، وما بالك بقصص القرآن التي هي قصص حق. فقالوا إذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله في وحيه قصص تميل النفوس إليها وتعتبر وتتأثر، نجيب لنا واحد يقص بعد، نجيب لنا واحد يقص. فجاءوا بالحارث بن النضر وقالوا وين ما يقعد محمد أنت يمه، وين ما يقعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله أنت إلى جانبه، هو يتكلم وهو يتلو وأنت وش ما في جعبت من قصص قولها. وبالفعل شوف الأسلوب، وبالفعل إجا الحارث بن النضر ويأتي في المسجد الحرام ويأتي في المحافل ويثرثر بخرافاته وقصصه التي لا عبرة منها ولا مزية، حتى جف ما عنده من كذب وزور وضعف وانهار، وانهار معه هذا الأسلوب، وبقي القرآن بكل ما فيه حيا خالدا إلى يوم القيامة. جاء النبيون بالآيات وانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. قبل أن نختم أيضا ببيت أو ثلاثة، عندكم هنا أيضا هناك جمع إلى احتفالات النساء في القرية، أثابكم الله جميعا. اجمعوا معنا إن شاء الله، نقرأ على كل حال بعض الأبيات وأنتم تجمعون. اللهم صل على محمد وآل محمد أبا الزهراء، في تامور قلبي لكم حب وليس له حدود، إذا حاد الورى عنكم فإني وبيت الله حقا لا أحيد. صلى على محمد ولدته في حرم الله وأمني، والبيت حيث فناؤه
والمسجد بيضاء طائرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. قيل لي قل في علي مداحا مدحه يخمد نارا موصدا قلت لا أقدر في مدح امرئ حار ذو اللب لا أن عبده والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما صعد وضع الله على ظهري يدا فأحس القلب أن قد برد وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يدا. صلى على محمد. يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أعظم هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بما سموت مطهرين كلاهما نور وروحانية وبهاء. يا راكبا يا راكبا قف بالمحصب من منى واتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. اللهم صل على محمد. مواهب الله عندي جاوزت أملي وليس يبلغها قولي ولا عملي لكن أفضلها عندي وأشرفها ولايتي لأمير المؤمنين علي. اللهم صل على لي خمسة توجهوا إلى الله بالدعاء. هي آخر الأبيات وهي أبيات توسلية إن شاء الله لفكاك الأسرى لشفاء المرضى لقضاء الحوائج لرد الغرباء لكل حاجة إن شاء الله من حوائجكم وحوائج المؤمنين والماء تقضى إن شاء الله بالنبي وآله صلى الله عليه وآله. لي خمسة أطفي لي خمسة وتسعة أطفي بهم حر ساقر المصطفى والمرتضى وفاطم أم الغرر والمجتبى
وصلو الحسين خيرة الخيار، وشبل السجاد والباقر للعلم الأغار، وصادق الآل وموسى الكاظم الطهر القمر، وشبل ثم الرضا وشبل الجواد والهادي الأبار، والعسكري وابنه المهدي ذاك المنتظر. يا ربي ما لي غيرهم بين يديك في الحشر، فهم وسيلتي إليك أبتغيها للظفر. صل عليهم ما بدت شمس وما لاح قمر. أفضل الصلاة. فاطمة الزهراء، حسن والحسين، أئمة المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تدع لنا بهم ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا ضرا إلا كشفت، ولا عيبا إلا سترت، ولا خوفا إلا أمنت، ولا مريضا إلا شفيت وعافيت، ولا عدوا إلا قصمت ظهره ودفعت، ولا أسيرا إلا فككته وخلصت، ولا طالب حاجة إلا بباب الحوائج وأمه أم البنين عليهم السلام. قضيت اللهم برحمتك حاجة المؤسسون لهذا المحفل المبارك، تقبل اللهم عملهم، ضعف أجرهم، وفقهم لما تحب وترضى. جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا إلى موت المؤسسين والحاضرين، ومن ماتوا على محبة أمير المؤمنين نهدي لهم جميعا ثواب المباركة الفاتحة. تسبق الصلاة على محمد وآل الطاهرين.